ما اقدرش اقول لك يا يوسف مين فينا اللي كان غلطان، انا ولا امك، بس من الواضح ان امك دي كانت لازم تعيش في عصر زي عصر روميو وجولييت، وعلشان ما جاتش في العصر ده هتتعب كتير. عمتي كل الناس فاهمة ان انا عشان عندي عربية سواق بيوديني وبيجيبني من المدرسة، وان انا عشان بيلبسوني هدوم كويسة وغالية، ان عشان عايش في فيلا بجنينة ابقى انا كده مبسوط وان الحياة حلوة. امال انت عايز ايه يا يوسف؟ يا عمتي انا عايز ام، عايز ام تكون زي كده. مش فاهمة تقصد ايه يا حبيبي. عايز أم حنينة طيبة تكون بتحبني، وأكون أنا بالنسبة لها أهم حاجة في حياتها. أول هام أنا زي أمك بالظبط، تاني هام أمك طيبة وحنينة فعلا بتحبك بجد يا يوسف، وأبوك كمان. بس الدنيا يا حبيبي ما بتمشيش على مزاج حد ولا بكيف حد، يعني اللي عندك ومش حاسس بيه جايز غيرك يكون بيقوم وينام وهو بيتمنى حتى ربعه. عشان كده لازم البني آدم صغير أو كبير يبص للي في إيديه، واللي مش عاجبه ينساه ما يهتمش بيه. أنت عندك أم، مصطفى ما عندوش. أنت شبعان، غيرك جعان. أنت بسم الله الله أكبر حلو زي القمر وصحتك ما شاء الله كويسة، غيرك عيان يا يوسف. عارف ايه احلى حاجه في الدنيا دي؟ اننا نبص للي في ايدينا برضا ونقول الحمد لله. قول الحمد لله يا ولد. الحمد لله. ايه اللي انت عملته ده يا حسين؟ عملت ايه بس يا باشا؟ مش حضرتك قلت لي اتصرف؟ تقوم تخطفها. اتصرف يعني لغيها، حيلها، اعمل شغل معاها عشان نجيب معلومات عن محمود المصري. خلاص يا اكرم بيه، هي غلطه ومش هتتكرر، وانا مش هقبل انها تتكرر. انت مش عارف موقفي حساس ازاي، وانت كمان يا حسين موقفك حساس. موقف انا باشا ليه؟ لان محمود المصري شاري مركب ومأجر مركب تانية، يعني شويه شويه هيكون عنده اسطول، وساعه العرض ما حدش هيقدر يقف قصاده. الصفقه دي ملايين، لو رست عليه مش هيسيب مصر حتى بالطبل البلدي. حسين، اسكندرية واصحاب المراكب دول مسؤوليتك انت، لو مش قادر عليها تقول دلوقتي حالا. يعني ايه مش قادر عليها اكرم بيه؟ ما انت عارف مين هو حسين الدهشان. انا عايز فعل مش كلام. بهجة، امرك يا اكرم بيه. تراقب لي كل تليفونات محمود المصري. خايفة يا محمود؟ القلب اللي بيعيط عمره ما يخاف. أنا لو عليا
ما يهمنيش. بس ياسمين فعنايا هحميكي وحميها. انت وراك يوسف وشغلك وحياتك. انت حياتي. كان زمان ليه بتقولي كده؟ انا جاي عشان اقول لك يلا نتجوز. يا متاخر قوي يا محمود. طول ما انت معايا محدش هيقدر يقرب لك. بالعكس حابه نقطة ضعفك. ما تنساش اني اجنبيه. انت مصريه اكتر مني. المهم عندهم جواز السفر مش الشعور. انا بقى مش مهم عندي جواز السفر. انا مهم عندي شعور. قلتي ايه؟ قلت نقوم نرقص. نرقص. يلا. يعني ايه مفيش حد راضي يبيع ولا يأجر؟ اهو ده اللي حصل. بعد الاسعار اللي اشترينا واجرنا بيها كان المفروض العروض تزيد علينا. مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. كل ما نوصل لاتفاق مع صاحب مركب ويبتدي ينفذ فجأة يرجع في كلامه. يبقى واخدين اوامر. واخدين اوامر من مين؟ من اكرم زهني. يا دي اكرم زهني. مش معقول يا محمود، ايه اللي جاب اكرم زهني لشغلنا بس؟ اكرم بقى واصل دلوقتي. اوه تفكروا الولد اللي كان بيشتغل عندنا زمان؟ لا ده بقى حاجه تانية خالص. ماشي، بس مش معقول راجل في منصبه وحجم مشاغله دي يسيب اللي وراه واللي قدامه ويقعد يشوف بنشتري ايه وبنبيع ايه. انت ما تعرفوش قدي. جايز وجايز كمان تطلع غلطان ويكون في سبب تاني خالص. هنفضل بقى نقول اكرم زهني اكرم زهني لحد ما السبب الحقيقي يكون قدام عينينا ومش شايفينه.